ضيفنا هلا مشاهدينا فنان تشكيلي شاعر وكاتب من اصل سوري موجود حاليا بلبنان حتى يشارك بمعرض جماعي بجاليري اكزود بالاشرفيه، وكمان حتى يصدر اول كتاب له بعنوان حبر اسود وكفن ابيض اللي هو مجموعه من الخواطر اللي اخذت يمكن سنوات حتى يصدرها، جمع بها الكتاب وراح يخبرنا عن كل تفاصيله السيد موفق الخزعل. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شرفنا باستوديوهات الام تي في واكيد بلبنان. حضرتك من الفنانين المعروفين بسوريا وقلنا شرف انه تكون موجود بيناتنا اليوم. شكرا. حتى تخبرنا اولا على اعمالك الفنيه التشكيليه وكمان عن اول كتاب صدر لك بعنوان حبر اسود كفن ابيض. العنوان بيصدم شوي سيد موفق، بدنا نحكي عن العنوان، ولكن اللي ما بيعرفوا يمكن المشاهدين انه الفن ان كان فن الكتابه او فن الرسم ما كان اختصاصك، اختصاصك الاكاديمي كان بمجال الطب وتحديدا بطب اسنان. كيف بلشت قصتك مع الفنون وليش اخترت طب اسنان كاختصاص اولي؟ هلا انا بطفولتي مثل كل الاطفال بشخوط، بمسك قلم بشخوط وبتلتقى صدفه حلوه. كنت انا يعني اعمل هذا الشيء بطفولتي، وفي مدرسه انتبهت لي اني انا عم شخوط على المقعد الطالب، فبدل ما تنهرني وتقول لي ليش هذا غلط قالت لي كثير حلو. انا حسيت بلمسي هذا الشيء، عزز في هي الرغبه باني اكون انا عامل شيء حلو مو غلط. وكملت على هذا الحب لهذا الشيء على مستوى المدرسة، وصرت أنا أكون موجود قدام الطلاب على أرسم قدامهم. عزز عندي الرغبة كتير بهذا الشيء، لقيته شيء مميز بهم. طالما فن الرسم ظهر من الطفولة ليش ما اخترته كاختصاص جامعي؟ يعني نحن أولاد بيئتنا بالنهاية. يعني احيانا الفن بمقوله هيك بين قوسين بيقول لك ما بيطعمي خبز، بتاثر شوي على القناعات. دائما الاهل بفضلوا مهنة ثابتة. انا طالب كنت ما بعرف لسوء الحظ ام حسنه انه كنت متفوق. وساعدني هذا الشيء اني انا كنت تسجلت بمعهد للهواة للفنون، اعطاني كثير ما يعطى بالاكاديميات، فحسيت اني انا بقدر اجمع الاشياء. طبعا هذا الشيء تبين لي مع الزمن انه كثير صعب. انك تكوني بمهنه تحديدا مثل طب الاسنان، هي مهنه مجهده فعلا. صح. بتستاهل كل الوقت، متعبة نفسيا وجسديا، مهنة علمية أكاديمية ستريس يعني كتير. بعيدة أشوية عن الفنون. هلأ بيجمع الطب والفن الإنسان بالنهاية. نعم. الأخلاقية اللي أنت بدك تعطي فيها للناس. وأوقات كثير بنلاقي إنه الأشخاص اللي بيختاروا هيك مهن دكتور الخزعل بيختاروا أي نوع من الفنون كفشة خلق لهم، كمنفس لهم، كملجأ كمان. ممكن هو بالنهاية الفن هو هاي المساحة اللي بتخلينا نوازن مع الحياة، ما في شك. يعني بس حتى بالنهاية يعني فشة خلق بدها تكون نتحمل مسؤوليتها، ما تكون قضية شخصية وذاتية. بدنا نقدمها للناس، فبدنا نشتغل عليها. هي فشة الخلق كلمة حلوة وضرورية لكل الناس، لكن بدنا نحسب لحساب وقت نقدم نفسنا على المسرح. بدنا نظهر قدام الناس، بيستاهلوا الناس كثير شيء بيستحقوه يعني. أتمنى أنا أكون عامل يعني حتى ولو اخترت مجال طبي بالجامعة ما نسيت الرسم والفنون، بقيت ترسم كهواية. ولكن الكتابة أنت ظهرت بحياتك. الكتابة كمان ما كانت بعيدة كتير عن اهتمامي بالرسم، يمكن تأخرت شوي، بس كنت حس بحاجة لهي الأداة التعبير الثانية. الجوهر واحد بالفنان ولا الشاعر، هو الإنسان بحب يقول وعم مسؤوليته أنه يقول. فبالحضور عبر اللوحة كنت موجود قبل، تأخرت بالكتابة لأني بحسب حساب لأسامي حبيتها واحترمتها وقريت لها أسامي كتير مهمة، بقول أنه يعني في حد أدنى لازم نحققه بما يقارب ثقافتنا وتجربتنا بالحياة. بدنا نحكي عن هالفنون الكتابة والرسم وين بيلتقوا وين بيفترقوا، ولكن بعد ما نتوقف للحظات. نرجع للحديث بيناتنا مشاهدينا مع ضيفنا الفنان التشكيلي والشاعر السيد موفق الخزعل. دكتور خزعل، كنا عم نحكي عن الفنون اللي برعت فيها عبر سنين، الرسم، الفن التشكيلي والكتابة، وكيف ظهروا اثنيناتهم بحياتك. شو العوامل المشتركة بيناتهم وين بيختلفوا وين بيفترقوا هالطريقين؟ يعني بالنهاية انت عم تعملي مع اللوحة، هي لغة بصرية. مفروض نحن نشوفها بعيوننا، أو إذا هي موسيقى نسمعها بعيوننا إذا جاز التعبير. الكلمة هي أمر آخر. القاسم المشترك هو الإنسان، ما في شك. دائما الإنسان يعني قلت لي تحت الهواء أنه هن لغتين، لكن أنه عم لك اللوحة هي منتج بصري، لازم نتدرب أكثر على رؤية اللوحة. دائما نحن نسأل شو أنت قاصد، بقول لهم أنا حكيت اللي بدي أحكيه عبر البصر،
باللون والخط، عليكم أنه تشوفوه وتسمعوه. نعم. الكلمة حتى أنا كفنان بصير مشاهد مع المشاهدين وبحكي بقارب اللغة لتفسير اللوحة. نعم. أما هني لغتين ما في شك مختلفات بيوحدون الهم الإنساني والخيال والحس. هيدي الأشياء المشتركة وين بيختلفوا؟ بيختلفوا بهذا أنه بدي أنا اللغة بسمعها وبتخيل العين. نعم. اللوحة هي عين توصلك عبر النظر، اختلاف بالحواس اللي بتتناول هذا. نعم. الشيء هل في مواضيع بتقدر تجسدها أو تعبر عنها أفضل بالرسم من الكتابة؟ ما في شك أنه اللغة أكثر إحراج. اللغة أنت أقرب للناس بجوز بواقع اجتماعي، ربما ما فيها الإرث كثير من ناحية اللوحة التشكيلية للأسف، فالكلمة أقرب للناس ولأنه يفهموك أو يسيئوا. نعم. فهمك في إشكالية أكبر. اللوحة في مساحة حرية أكبر. لكن بيعاني الفنان أنه بديها تكون قريبة من الناس مثل الكلمة، فالاختلاف هو بهذا الشيء. الواحد فيهم هو الإنسان. وين في مساحة أكبر للتعبير؟ يعني بنعرف أنه الفنان اللي بيرسم من خياله أو اللي بيكتب من خياله عنده مساحة كتير ويسعى للتعبير، ولكن وين في مساحة أوسع؟ وين في حرية أكثر بالتعبير؟ أنا بقول أنه بالنهاية كل شيء نحن بدنا نوصل فيه لنتيجة هو صعب. نعم. وبعتقد أنه الحرية بتكتمل بتنوع أدوات التعبير إذا توفقنا فيها. نعم. شرط أنه نتوفق فيها ونكون فعلا مسؤولين فيها. يعني ما بلاقي نفسي باللوحة فقط ولا كنت ما كتبت، وبنفس الوقت ما كنت يعني رسمت لو ماني محتاج الرسم، بيكملوا بعض. وبالنهاية لغة مختلفة لكن بتقول نفس المضامين. دكتور خزعل، حضرتك موجود بلبنان حتى تشارك بمعرض جماعي بضم 5 فنانين تشكيليين بجاليري اكسود. المعرض انطلق ب 19 حزيران ومستمر لغاية 16 تموز، وبتميز هالمعرض بفسحة ثقافية مثل ما قلنا، اصداء او توقيع اول كتاب لك بعنوان حبر اسود كفن ابيض. ليش حبيت تصدر هالكتاب ضمن إطار فني بيجمع فنانين تشكيليين؟ كان فرصة واتيح لي عبر مدموزيل كريستيان، شجعتنا على هذا الشيء. يعني هلأ أنه بتعتبرهم بيكملوا بعضهم مثل ما قلت؟ بتعتبرهم بيكملوا بعضهم، أنه الناس بتقدر تقرأ وتطلع لي كثقافة الفنان كيف. نعم. بيبني يعني تشوف كيف بيفكر كيف بيحس لينتج هذا العمل. نعم. موجود هذا الربط بين الكلمة واللوحة واللي هن أهم عندي يعني الحقيقة. بلشنا نشوف لقطات من المعرض وإصدار الكتاب كمان. هون أعمالك اللي عم نشوفها بالخلف. وجوه مختلفة ووجوه على أنواعها. إيه؟ واللي أنا يعني متلقية لما بشوفهم اللي بيجمع بيناتهم أنه التعبير كله بتجسد ألم، معاناة، حزن. هلا بالنهاية في وجوه للحياة والحزن للأسف. نعم. وجه طاغي بهاليومين كتير، يعني فيما يحزن والفنان الفنان هو من دعاة الفرح بالعكس. نعم. فإذا صور الحزن لأنه ناس حزينة صادقة مع نفسها وحابة تكون أفضل وخارجة أفضل، هي نوافذ على هاي النفس البشرية اللي عم تعكس كمرايا خارج مو كتير. يعني أنت عم تعكس الواقع اللي عايشينه حالياً بالعالم العربي ككل. أكيد ما في شك أنا إنسان مثل كل الناس متأثر بهذا اللي بيصير، لكن اللي أنا عم أقوله وأكد عليه أنه بالنهاية هذا الحزن بحث عن الفرح وسؤال عن الفرح، ما هو وقوف عن هاي عند هاي يعني الحالة. يعني من هالحالة لازم ننطلق حتى نسعى نحو السعادة. بعتقد كثير من الحزانة بتاريخنا الاجتماعي بتاريخ الثقافة صنعوا فرح للناس، فما تهمل الحزن، شرط أنه نحن نقول في شيء يساعد الناس على أنه تلاقي الفرح. نعم. هذا حزن نبيل بيسمو بالناس، أنا بسمع الرحابنة بحس في حزن لكن كأنه الغيمة هي وقت بتمطر. نعم. بتقول فرح. صح. هي كأنه بتبكي لكن غيمة بعد ما تمرق أكيد بتشرب بتصنع خير وبركة وجمال. حبر أسود كفن أبيض عنوان الكتاب، ليش هالعنوان دكتور خزعل؟ دائما العنوان هو مثل المفتاح لقراءة كتاب، وعادة القارئ بتشده الكلمة، يعني الغلاف مهمته يجذب عين القارئ، ولكن ما بدل على تفاؤل. هالتفاؤل اللي عم توصفه قبل شوي، بده يقرا الكتاب وبده يكون هو يعني ما اقدم له انا، بده انا والقارئ انه نصنع هذا الفرح المطلوب. انا عم اطلب منه انه يفكر بالفرح
ويفكر بنفسه ليش هو حزين، ما يحط أقنعة ومكياجات، نحن بنحط هذا الشيء. بس لو رجعنا لنفسنا لا كنا صادقين وقلنا أنه لا في أحلى، دائما في أحلى بكل أحوال، يعني ما نو حالة طارئة بس صح في ظرف مقلق بالمنطقة ككل، لكن بكرة دائما لازم يكون أفضل. نحن بدنا نقول للناس ولو ب أنا بالكتاب قايل أنه في لغة نقد وأحيانا قاسي، لكن النقد محبة، ونحن بحاجة لنقد، نقد ذاتي نحن كأفراد كأخلاقية أنه ننقد ذاتنا ما مكتملة، تكتمل بوجود الآخر بحوار معه، وبالتالي النقد هو حالة حضارية بتلزم للمجتمع مثل ما للفرد، هي أخلاق للحضور الإنساني. هون عم نحكي انتقاد بناء، أنا بتمنى هذا الشيء. هلا هذا الحكم بيرجع لقارئ، لكن دائما نحن نتمنى هذا الشيء وواجبنا هذا الشيء أنه يكون بناء ولو بقسوة أحيانا، بس هاي القسوة هي محبة عم تصرخ. أنه أنت شو عم تقول من وراء هالأعمال إن كان اللوحات التشكيلية أو الكتابة؟ شوفوا حالتكم كيف، شوفوا وضعكم كيف، وشو مستعدين تعملوا حتى تغيروا هالواقع؟ تماما تماما، نوقفوا قدام حالكم وكونوا صادقين وابحثوا عن فعلا حالة من الحضور الإنساني الجميل بأخلاقية برغبة بكل قيم جميلة من حق وخير وجمال، ونحن هاي المنطقة فيها هذا الشيء بجذورنا الثقافية لآلاف السنين، موجود عندنا كل ما يساعدنا على أنه نكون يوما بهاي الحالة، ما يعني ما أنك عم تأتي بشيء جديد، هو من موجود فينا، مجتمعاتنا طيبة وفيها خير كتير، بيبقى أنه نشكل وعي، نتفاهم مع بعض ونصنع ونتحرك كخطوة أولى. انت عم تحكي لناس بتحبيهم، انت مراهنه عليهم، ما انك يأسي منهم. بتصور تا يقدر يغير اي واقع عم بيعيش فيه الانسان وين ما كان موجود بالعالم، لازم يعترف انه عنده مشكله، لازم يشوف المشكله الموجوده حتى يقدر يغير الواقع اللي عايش فيه. لازم يشوف هو نفسه جزء من المشكله، المشكله انك تمتلكي الحق انت وتفترضي الباطل عند غيرك، هاي ماساه. يحمل مسؤوليه جزء من المشكله. ابدا من نفسي، انا عندي مشكله والاخر خصمي برتقي عليه اخلاقيا، بالكتاب موجود هذا الشيء. اخلاقيا انا بفوز على خصمي، بيقول اللي هو شريكي ما انه خصم عدو، هو لعبه الحياه تكتمل اكثر باثنين هن ما مكتفين بنفسهم. بما انه عم بتقول الواحد لازم يبدا مع ذاته، الواحد لازم يشوف نفسه، حضرتك الدكتور خزعل وين موجود بهالاعمال ان كان اللوحات او الكتابه؟ هل ارائك موجوده؟ هل افكارك موجوده؟ هل رده فعلك على هالواقع مجسده من خلال هالاعمال او موجود الكتابات؟ موجود بجزء لا باس فيه، يعني عندي رضا بحدود معينة أني هذا شيء عم أقدم نفسي فيه. هلأ بيبقى الإنسان لو كان قدم كل شيء لوقف، لا أنا إسا بطلب من نفسي أكثر باللوحة أو بالكتابة، دائما في أفضل وهذا طموح. يعني أنا أجلت حضوري باللوحة الصراحة ولا الكلمة نتيجة اعتباري لهذا الشيء طريق صعب، لكن واضح فلان. انه بتاخذ وقتك بكل شيء ولكن ما بتستسلم دكتور خزعل. هالكتاب حبر اسود كفن ابيض اخذ سنوات من هو خلاصة التحضير، هو خلاصة 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 مجموعة من الخواطر. يمكن لو سمحتي لي قراءة الكتاب، ما كونه ما اخذ شكل ادبي محدد، في نثر بيقترب من الشعر احيانا، في مضمون فكري نقدي محير شوي كشكل أدبي، لكن حبيت حط القارئ بطريقة اللي بهجس فيها أنا بفكرة بطريقة عفوية، ما حبيت أعمل له قالب محدد. هذا بيتطلب شوية اجتهاد، بس هو سهل القراءة، فيك تقرأيه من آخره من وسطه من بدايته. أعمالك موجهة لكل إنسان وين ما كان موجود بالعالم، وهي دعوة لكل إنسان حتى يشوف مثل ما قلنا الواقع اللي عايش فيه. ولكن سوريا وين موجودة بأعمالك؟ ونحن بنعرف الألم والمعاناة اللي عم بمر فيها هالبلد. ما في شك، يعني بلدنا خير وما مستاهل يعني إنه نوصل لهذا الشيء. أنا قلت إنه مطلوب نحن كلنا ننقد ذاتنا، وما حدا بيمتلك الحقيقة كاملة، ما فيني ألغي حدا. في منطق إلغائي عم يكون ما كتير صحيح، أدى لخراب بنفوس الناس. أما الحقيقة بتكتمل فينا كلياتنا، لو كنا قادرين على هذا الشيء والعالم تاركنا بحالنا لقدرنا أنه نلاقي صح أكيد بثمن أقل. لكن العالم، معلش اسمحي لي، العالم ما تاركنا بحالنا، كأنه نحن ضحية لمصالح كبرى، وهذا بالمنطقة ككل مو بس بسوريا، في ثمن عم يدفع أكثر من اللازم على مستوى نفسية هذا الإنسان، إثارة غرائزه
وانتماءاته البدائية. نحن بدنا نفكر ببناء وطن، وطن بيكتمل فيه وبالآخر. نعم. هون أهمية الدعوة اللي أنت عم تقدمها دكتور خزعل من وراء أعمالك، إن كان لوحاتك أو كتاباتك، عم تدعي لكل شخص وين ما كان موجود إنه يرجع لإنسانيته. ما في شيء، لأنه إذا فقدنا إنسانيتنا بتصور بنفقد كل شيء. نحن منصير بمرتبة متدنية. نعم. والبشاعات اللي عم نشوفها هي بصراحة نتيجة هذا الشيء. لا، الآخر حقه بالعيش مقدس. نعم. أنا بشكر وجودك معنا دكتور موفق الخزعل، نتمنى لك التوفيق بهالإصدار وبكل الأعمال القادمة، وإن شاء الله منشوفك قريبا جدا بأعمال جديدة بلبنان. أهلا وسهلا فيك. شكرا للإم تي في. وقفي مشاهدينا، وحلقتنا بتكمل.